وبنافي سويت ركبت ركب صناعية. قال رجال فال الله فالك لأن عندنا أبو سليمان مركب ركب. الله قلت طيب وش السر؟ قال السر والله أبو معاذ جزاه الله خير الرجل لم يبخل علي وأعطاني تمارين بسيطة واستمرت عليها. نبي الآن بنت عبو أبو نايف لكن حدثنا عن هذه التجربة. وهذاك أيضا الكرسي قدامك لتغرد تجربة الكرسي أقوم معه اللي طالب تفضل أبو نايف. تفضل أبو نايف من تعبك أبو نايف لكن يلا أبو نايف. طيب عاشق تشجيع دعم سلام والله أنا أقول ما يقصر والله أبو فهد والله عنده كل ما جاء ويهدي أصلا لو تروح عند طيب المخرج معنا قديم كذا كويس يا مخرجنا هنا مكان كويس عدل هنا ها ولا تقدم قدام كذا كويسين يواجهونا كذا عندك بالبيت طيب تفضل لأنه الصحراوي هاليومين الناس يعنون وأنا عندي فكرة كبيرة قبل كل حاجة ايه هذا التمرين اللي أنا نزلته أساسا يعني باب الدعابة أقول اللي تعدى 40 يجرب هذا التمرين يعني عشان المتزوجين مو متزوجين وأساسا هذا التمرين تقوية عضلات نعم. الرجلين أساسا لكن نقول اللي فوق 40 وما يطبق التمرين ينتبه لنفسه باب الضحك والدعابة جرب. لكن أساسا الرجل بعد ما تعدى 40 أول مرة بعد ما تعدى 40 لازم تركز على عضلات القدمين لأن هي اللي بعد الله سبحانه وتعالى تشيله كل ما كبر الإنسان أي عضلة يستخدمها عضلة القدمين وهي ضروري. فهذا التمرين اللي أنا سويت هذا أنت تشوف نفسك هل عضلة القدمين قوية عندك بما يكفي تمشي معك عمر طويل ولا تحتاج صيانة لها. فاستخدمت أنا هذا التمرين مع أبو نايف وأبو نايف جزاه الله خير فزع قال أنا بسوي التمرين أنا عندي مشكلة في الركبة وبسوي هذا التمرين. فطريقة التمرين أنك على قدم واحدة وطبعا المتابعين برضو والمتابعات اللي يتابعوني يا ليت تتابعون والله في بيوتهم ركز أبو حاتم ركزوا على هذا التمرين وانت جالسة على الكنب وانت جالسة على الكرسي. لكن قبل نبدا التمرين هذه هذه يا ابو حزام انا اوجه للمتابعين والمتابعات كلمه حطوها في بالكم سناب ما في شيء اسمه مستحيل. لا تقول طاف القطار ما طاف القطار دام عندك في نفس في نفس يعني معناتها ما طاف القطار. طيب عمرك 60 70 80 العمر مجرد رقم. جميل. فهذا التمرين اختبار تست اذا تقدر تقوم من هذا التمرين سواء الرجل اليمين او الرجل اليسار فانت باقي بقوتك وعضلاتك تشتغل. اذا ما تتحرك والصعوبه القومه انتبه لنفسك او انتبه لنفسك وابدي سوي تمارين. ما تقدر في البدايه ممكن تستعيني بالعصا زي ابو نايف هذا زي ابو نايف بالعصا. بعدها هالخطوة الأولى، الخطوة الثانية حاول تبعدين عن العصا وتقومين، الرجل اليمين والرجل اليسار، هذه لتقوية الركبتين والفخذين والساقين. طريقة التمرين أن أبو نايف يرفع رجل واحدة يرفع رجل واحدة أمام أبو نايف. الرجل الثانية تكون ثابتة في الأرض. ويدينه تكون زي الصلاة. ويحاول أنه يقوم. ورجله اليمين ثابتة أو رجله اليسار ثابتة ويقوم. ها. يلا أبو نايف. يلا. لا ما شاء الله. ياس. وأنت كذا. يا رجال. لا شوف هذه بداية. طيب. هذه بداية بس هذه إنذار خوف كبداية إن ينتبه لنفسه. يا سلام يا أبو نايف. أبو نايف كان بالبداية ما كان يسويها. الآن ما شاء الله تبارك الله واصل عليها وهذه تقوى عضلات القدمين. الثانية. ترى في كثيرين يا ابو تركي وليهون الربع انهم عمرهم بالأربعين وبالثلاثين ما قدروا يسوونها. يعني العمر مجرد رقم. ما يستطيع بالعصا. نعيدها بس يا كابتن معليش. نعيدها خمس مرات.
ان في بعضهم عمرهم 30 سنه و40 سنه ما استطاع يسويها. ما لها علاقه العمر، هذه عضلات القدمين تعبانه، وهذه القدمين هذه اللي الان ما تشتغل بكره هي اللي تعلك، هي اللي تذبحك بكره اذا ما مرنتها. والانسان اعيد واكرر اهم عضله في الانسان يحاول ان يقويها بعد الأربعين عضلات القدمين. عضلات القدمين ممكن يدين قويه واكتاف قويه، لكن قدميني تعبانه ما استفدت شيء، الام في الركبه ما اقدر اصلي. مره باليمين مره باليسار نعم نبدل، اي مره في اليمين يقوم ومره في اليسار يقوم حتى تقوى العضلات هذه. وهذا هو اختبار فقط، هذا اختبار مؤقت. بعد طيب عرفت ان الرجل والله تعبانه مره، هنا ابدا اتمرن تمارين ثانيه. عرفت اللي يلحق نفسه، ما في مشكله. في واحد من زملائنا كان وصل عمره 55 سنه وكان ما يتمرن، وقال الدكتور بدا بضغط السكر، قال اما تلحق نفسك في التمارين او الله يعينك او الله يعينك. راح تمرن وقعد سنتين وتقاعد من التعليم، والان ما اقدر اجاريه تمارين وبالحديد يتمرن بطن بالحديد. ما شاء الله ما شاء الله. وراح وسافر وتغير جسمه. خش وفي التمرين كذلك معك ابو في اضافه تركي. اللي وصل مرحله يعني صار عنده العضلات في ضعف شديد جدا جدا، في الان اصبح تمارين المائيه معي. جميل. يعني ليش المائيه؟ لان وزن الجسم داخل الماء، طبعا يا جماعه في موازين ترى داخل الماء في عند حقنا علاج طبيعي. وزن الجسم داخل الماء اقل تقريبا 30% من وزنه خارج الماء.